مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المطبخ. امبارح ما بدأنا مع بعض وعملنا مهرجان الباستا، عملنا اكثر من نوع من المكرونات مع بعض، ان شاء الله تنول اعجابكم. هنكمل النهارده مع بعض سلسلة تكملة الباستا، هنعمل اول حاجة ريفيولي، هنعمل كانينولي، هنعمل لازانيا، هنعمل مكرونة جراتان، هنعمل اكتر من نوع مع بعض ان شاء الله الوقت يسعفنا ونقدر نوصل المعلومة سهلة وجميلة. تعالوا نبدأ اول حاجة هنعمل مع بعض ايه. هنعمل اول حاجه ريفيولي، وهنعمل كانونولي من نفس العجينه اللي احنا عملناها امبارح، اللي هي كيلو دقيق ومعلقه ملح كبيره، معلقتين زيت زيتون، من 9 ل 10 بيضات. لو انت هتعملها ببرلون الاخضر ده هنشيل بيضه ونحط مكانها 50 جرام سبانخ، معجون سبانخ، السبانخ البوري. ماشي اوكي. تعالوا اما نشوف مقادير الريفيولي والكانونولي، اكتبي مقاديرك وصوريها واستني التكات والحركات مع بعضنا. هنعمل اول حاجه 12 قطعه ريفيولي. عشان نعملها ازاي؟ هنجيب شريحه كبيره ونقطعها مع بعض. الحشو بتاعنا عندنا جبن ماعز، ربع كيلو جبن ماعز، جوتا تشيز او جبنه موزاريلا، ونحط عليها 20 جرام توم روستو. هاخد راس التوم كلها اغطيها في زيت الزيتون وادخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه، وعندي 20 جرام 100 جرام مشروم فريش روستو برده، اغرقه زيت زيتون وادخله الفرن، واحد اصفر بيض ومعلقه ميه عشان يربط مع بعض الحشو. صوص الليمون بقى اللي هقدمه مع الريفيولي عباره عن 50 جرام زبده، 100 جرام بصل مفروم، 50 ملي عصير ليمون مش خمسه، 300 ملي من كوكين كريم، و50 جرام جبنه بارميزان او رومي قديمه، وملح وفلفل وجوز الطيب وبقدونس. طب وبعد كده يا عم حسن عندنا الكانينولي عباره عن ايه؟ نفس الكلام، نفس العجينه، هاخد منها 12 شريحه تكون مسلوقه ومعاملها مستطيله. الحشو بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن 50 جرام زيت زيتون، ملي زيت زيتون، 100 جرام بصل، 20 جرام توم، 300 جرام سبانخ متفرزه، وعليهم 100 جرام من جبنه الموتزاريلا، وفلفل وملح وكريمه طبخ. وبعد كده الصوص بقى اللي هقدم معاه لتر و200 من اللبن، 60 جرام دقيق و60 جرام زبده، وعليه جوزه الطيب وملح وفلفل، و200 جرام جبنه موتزاريلا، وديكور ريحان وطماطم فيليه برينواز. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه اول حاجه في ريفيولي مع بعض. اول حاجه انا جبت العجينه اللي انا اتفقت عليها وخدمتها اللي هي قدامك دي، عباره عن كيلو دقيق، معلقه كبيره ملح، معلقتين زيت زيتون، من 9 ل 10 بيضات. انا عاملها خضراء، دي 9 بيضات و50 جرام من السبانخ البوري. النقطه المهمه بعد ما عجينها 3 دقائق على السرعه الاولى و4 دقائق على السرعه الثانيه اسيبها تستريح، بعد كده افردها واخدمها اربع مرات عشان تعصب، وفي الاخر افردها بسمك نص سنتي. الحشو بتاعي يا عم حسن، تعالوا نعمل الحشو بتاعنا عشان نحشيها. انا عندي هنا التوم الروستو، طيب جبت راس التوم كلها وغرقتها زيت زيتون ودخلتها الفرن، طلعت عندي ايه؟ بوريه. بص عامله ازاي؟ بوريه خالص يا جمال، وحركاته وتكاته قدامك يا بوريه. احط راس التوم اهو قدامك، وبعد كده المشروم نفس الطريقه، غرقته زيت زيتون ودخلته الفرن. واحده واحده معاك اهو، ادي المشروم اهو، غرقته زيت زيتون ودخلته الفرن. وبعد كده عندي ايه؟ عندي الجبنه الموتزاريلا او جبنه ماعز. جبنه موتزاريلا او جبنه ماعز، معاكي كل الخطوات قدامك اهو. وبعد كده عندي ايه؟ عندي واحد اصفر بيض، احط واحد اصفر بيض ومعلقه ميه. ليه يا عم حسن؟ عشان الحاجات دي تربط مع بعضها. وتعالي هنا اهو في الكبه الجميله بتاعتي اللي هي السحريه دي الجميله دي، اروح جايه واخداها واحده واحده معاك اهو، وتعالي نعملها بوريه. تمام؟ عملتها بوريه والعجينه انا فرداها، تمام؟ اتعملت عندي بوريه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه؟ فضيها لي هنا في تعالوا هنا عندي بقى النقطه المهمه. تعالوا هنا عندي النقطه المهمه، اجيب بقى معلقه ميه وفرشه وادهن بيها السطح بتاع ايه؟ العجينه اللي انا فردها بسمك اقل من نص سنتي. ليه يا عم حسن؟ عشان تلزق. وعندي الحشو بقى اعبيه في كيس اعمله بايديا زي ما انا عايز. المهم المهم لازم تكوني ملمعاها بالميه كده، وشريحه فوق وشريحه تحت بارتفاع ايه؟ يكون عندي بسيط جدا. تعالوا بقى هاخد الحشو بتاعي، تعالوا واحده واحده اهوت. الجميل البوريه ده اللي عباره عن جبنه ماعز زي ما انت شايفه كده، واعمله كور كده بالشكل ده، احطه في كيس اعمله بايديا زي ما انت عايز، ويكون في فرق بينهم وبين بعض كده. ليه؟ وميه سخنه بتغلي على النار فيها ملح وزيت، ميه سخنه على النار بتغلي فيها ملح وزيت، والتلج يا مارادونا. واحد واحده جاهز عندي وميه بتلج على طول، لازم يكون في فرق بيننا وبين بعض كده اهوت، عشان لسه هعمل ايه؟ هحط عليها الطبقه الثانيه اللي فوق عشان تكون متجمعه مع بعض، زي ما انت شايفه كده اهوت الحشو بتاعنا. تقدري تغيري الحشو، تقدري تغيري الحشو زي ما انت عايز، زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، حطينا الحشو. اجي بقى على الغطا بتاعنا، اروح جايه ملمعاه برضو بالميه كده اهو عشان يلزق عليهم الاثنين مع بعض، وبعد كده سكنهم زي ما انت شايف. اروح جايه واخدهم كده اهو، واروح جايه حط الحرف ده على الحرف ده كده اهو، وابدا اظبطها كده اهو واحده واحده كده مع بعض. النقطه المهمه ان انت توسعيها كده عشان تلزق مع بعض،
وتبداي تسكني الجناب بتاعتها كده واحده واحده، ماشيه معاكي الخطوات اهي، وعندك ميه سخنه. العجينه دي عباره عن ايه يا حسن؟ عباره عن كيلو دقيق، وحطيت معلقه زيت، معلقتين زيت زيتون، ومعلقه ملح كبيره 20 جرام و40 مللي زيت زيتون، وبعد كده ايه يا عم حسن تاني؟ وتسع بيضات و50 مللي من السبانخ البوريه. جبت السبانخ البوريه ضربتها في الكبه بتاعتي دي، ورحت جاي مع بعض مظبطها، وبقت عندي العجينه. وبعد كده ريحتها خالص، سبتها، وبعد كده بدات افردها. بعد ما ريحتها بدات افردها. خدي بالك انا عمال اسوي ازاي ده عشان الحم العجينه بايديا زي ما انت شايفه كده. هجيب القطاعه اللي انا هقطع بيها، وبظهرها هبدا اسكن كده. بصي اتاكدي بظهرها كده اهو قبل التقطيع عشان اللي تلحم معاكي، ونتاكد ايه من حاجه بعدها. بعد ما اتاكدنا كده اهو عندك بالحاجه كده اهو، هروح جايبين القطاعه بتاعتك عشان تتاكدي ان اللحم بتاعك اهو، واحده واحده اهو قدامك كل الخطوات، وميه سخنه بتغلي. وبعد كده تعالوا نسيبها لمارادونا يلمها، وتعالوا نعمل الصوص. جاهزه كده عندي اهو، تعالوا نعمل الصوص عشان وقتنا. عندي الصوص بتاعي سهل جدا، معلقه زبده ومعلقه زيت على النار. احط الصوص بقى بتاعي اللي هعمله صوص الليمون، معلقه زبده ومعلقه زيت على النار، واحده واحده معاكي اهوت، اسيحهم مع بعض. عندي 100 جرام بصل، بصلايه كبيره، اسيح الزبده بتاعتي كويس، والميه السخنه بتغلي عندي هنا اهي، فيها ملح وزيت اللي هسوي فيها. اقفل كويس الجناب، واحده واحده ماشيه معاكي الخطوات اهو. انا كده قفلت الريفيولي، وتعالي بعد كده نعمل الصوص الليمون. سيحت الزبده، واروح نازله على طول بالبصل، ادبله وافعل الماده السكريه بتاعتي جوه. واحده واحده ماشيه معاكي خطواتي كلها. وبعد كده الميه بتلجي جاهزه، والميه السخنه عندي جاهزه. وبعد كده هنعمل الصوص. الصوص انا حطيت معلقه زبده ومعلقه زيت على النار، وعندي بصلايه كبيره مقطعاها مكعبات. واحده واحده معاكي ادبلها، افعل الماده السكريه. واول ما ادبلها وافعل الماده السكريه بتاعتي خالص، والريحه الجميله تطلع في مناخيري كده، واحس ان البصل بقى طري. يعني ايه بقى طري؟ فعلت الماده السكريه، ما خدش لون، ما خدش لون. هروح جاي طافيه على طول ب 50 مللي من عصير الليمون، 50 مللي من عصير الليمون. واحده واحده ماشيه معاكي، واسيبه يقصر. يعني ايه يقصر؟ يبدا يستوي ويتبخر السائل اللي فيه، ويفضل الفليفر طعم الليمون في البصل. خدي بالك من الخطوه دي، هيبدا يتبخر، السائل الموجود في الليمون هيبدا يتبخر، والفليفر الطعم بس هيبدا يثبت فين؟ في قلب البصل. تعالوا هنا بعد ما خلصنا ده خالص، تعالوا ناخد الريفيولي بتاعي ونبدا نروح فين؟ نبدا نروح على الميه السخنه اللي بتغلي، اللي فيها ايه؟ ااكد عليها كده اهو في اللحام زي ما انت شايفه كده اهو، ااكد عليها من الجناب بتاعتي كده اهو، واحده واحده اهو، عشان ااكد عليها اللحام بتاعها داير. عايزه تعملها مربعه اعملها مربعه، عايزه تعملها مدوره زي دي اعملها مدوره زي دي. وابدا اسقطها زي ما انت شايفه كده قدامك واحده واحده. بعد ما اكدت عليها كده اهو ابدا اسقطها لمده قد ايه يا عم حسن؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق بس ليه؟ ما تنسيش ان انا سويت المشروم روست، وسويت التوم روست، والجبنه الماعد او الجبنه الموتزاريلا ما بتحتاجش اي حاجه من دي. خلاص انا هرجع للصوص تاني. الصوص بتاعي بدا يعمل ايه؟ زي ما انت شايفه كده بدا يتبخر عندي السائل اللي انا حطيته اللي موجود، وهيفضل الفليفر بس في البصلايه. واخده بالك؟ والبصلايه يا دوبك انا طرتها بس. بص خدي بالك، بدا السائل يتبخر اللي موجود، والفليفر بتاع الليمون طعم الليمون بدا يثبت فين؟ في البصل. اول ما يعمل كده عندي، عندي 300 مللي من كريمه الطبخ اروح نازله بيها عليه. عندي جبنه موتزاريلا او رومي قديمه 50 جرام احطها، هتبلها ملح، هتبلها ملح، هتبلها فلفل، سنه جوز الطيب، واحده واحده ماشيه معاك اهوت، وشويه بقدونس. يا مدام رانيا السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. الحمد لله يا فندم، تحت امر حضرتك. لو سمحت عايز اسال بس على طلب مكرونه بشاميل. حاضر يا فندم، هعملها لك النهارده ان شاء الله يا فندم. من عندي حاجه ثانيه يا هانم؟ لا تحت امرك يا هانم، النهارده هنعملها مع بعض. واحده واحده مع بعض اهوت. اسيب الصوص بعد ما ضفت قصرت السائل اللي موجود مع البصل والليمون، ضفت له الكوكن كريم، الجبنه البارميزان، ملح وفلفل، وسنه جوز الطيب، وبعد كده شويه بقدونس. اسيبهم مع بعض كده يقصروا يقصروا على ما يكون عدى ثلاث دقائق على ايه؟ على الميه السخنه اللي بتغلي. ثلاث دقائق على الميه السخنه اللي بتغلي. طب تعالوا في الاثناء دي اعمل ايه؟ على ما الصوص يقصر تعالوا نعمل الريفيولي. الريفيولي انا قلت لك عليه، هجيب الشرايح الريفيولي بتاعتي كالينولي، سوري الكالينولي بتاعي انا جبت الشرايح وقطعتها يا دوبك خمسه في خمسه، وتعالوا اما نشوفها هنعمل لها الحشو بتاعنا ازاي. ادي الخمسه في خمسه هي نفس الفكر بتاعتنا، واحده واحده هي نفس الكلام، خمسه في خمسه على قد الكلام ده بسمك اقل من نص سنتي. خدي بالك من النقطه المهمه. تعالوا نعمل الحشو. خلاص يا محمد، الحشو بتاعنا زيت زيتون والبصل والثوم والسبانخ والجبنه الموتزاريلا والملح والفلفل والكوكن كريم، ده الحشو بتاعنا.
وفي نفس الوقت عندنا الصوص، الصوص الابيض اللي هنربط معاه. نخلي الكلام ده كله مع بعض اهو قدامك، ونرفع ده خالص، وتعالوا نعمل مع بعض كده زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل الحشو بتاعنا. اول حاجه الحشو عندنا والصوص بتاعي بتاع الليمون بدا ياثر. بصوا خدي بالك الصوص ده بتاع ايه، الريفيولي بدا ياثر خالص. اول ما ياثر عندي كده وعدى 3 دقائق على ريفيولي، اروح مطلعها ميه سخنه بتغلي. اعمل ايه؟ خدي بالك بقى من الخطوه دي اللي جايه دي يا اسامه. طلعتها ميه سخنه بتغلي، اصفيها، اعمل لها صدمه في ميه ساقعه بتلج. واخدي بالك عملتها صدمه في ميه ساقعه بتلج، صدمه بس، واصفيها من الميه الساقعه اللي بتلج كده اهو، واروح جايه منزلها في قلب الصوص اللي بيعمل ايه، اللي بيأثر ده، صوص الليمون. اروح جايه منزلها جوه واسيبها قد ايه يا عم حسن؟ 3 دقائق كمان. تمام، انا حطيتها 3 دقائق جوه ميه سخنه بتغلي في ملح وزيت، و3 دقائق تاني. تعالوا نعمل بقى ايه، الحشو بتاع الكانولي. عندي زيت زيتون احط عندي على النار اهوت واحده واحده، وبعد كده احط عندي البصلايه. الحشو بتاعه عندي، واحط البصلايه ده بتاع السبانخ، وهعلق في نفس الوقت على الايه، هعلق في نفس الوقت على الصوص الابيض. الصوص الابيض اللي انا هعمله ازاي؟ البشاميل عبارة عن ايه؟ عبارة عن 60 جرام من الدقيق و60 جرام من الزبدة ولتر و200 من اللبن وملح وفلفل وجوز الطيب. خدي بالك من النقطة المهمة دي. هبدأ أعلق على ايه؟ صوص بشاميل. تعال هعمل الرول أول واحدة واحدة. الرول هو الرابط بتاعي. هحط الأول الزبدة، معلقة الزبدة عندي أهوت، اللي هو 30 جرام 60 جرام من الزبدة، واحدة واحدة ماشية معاك أهوت. أسيحها وأحط قدهم دقيق، قدهم بالظبط دقيق على النار، واسيبهم مع بعض. وارجع هنا ابص تاني على الايه يا عم حسن؟ على الريفيولي، على الكانولي بتاعي. الريفيولي بتاعي بدا يعدي عليه دقيقتين وبدا يستمتع بصوص الايه؟ هغرفه في ايه؟ طبق يكون غويط عشان تستمتعوا بصوص الليمون. طبق يكون غويط عشان، حاضر يا حبيب قلب. واحده واحده اهوت انا بعمل لك هنا ايه؟ ده عندي خالص ده الريفيولي اهوت، وبعلق هنا على حشو الكانولي وحشو الكانولي والصوص بتاع الكانولي. واحده واحده اهوت اعمل اللي هنا عندي اهوت، ادي الزبده اسيحها كويس قوي مع قدهم من الدقيق، احورهم وكلهم يخشوا مع بعض قد بعض، واحده واحده ماشيه معاكي، والصوص كده جاهز عندي. وادي البصلايه بتاعه الحشو تدبل عندي كويس جدا. اول ما تدبل عندي كده البصلايه، عندي ايه؟ التومه، احط التوم بتاع الحشو بتاع الكانولي تدبل معاها. عندي السبانخ، ادي السبانخ بتاعتي اهيت واحده واحده. ابدا اخدهم سوتيه في زيت الزيتون والبصله والتومه، هديها تتبيله ملح وفلفل وجوز الطيب وشويه كريم الطبخ، واحط عليها جبنه موتزاريلا. ليه؟ عشان تبقى مستمتعه معايا، عشان هلف بيها الحشو بتاعي. واحده واحده الصوص هنا اثر، وعندي هنا الصوص بتاع البشاميل الرو اللي هو زبده قد الدقيق، 60 جرام من الزبده و60 جرام من الدقيق، احورهم، هضيف عليهم لتر و200 من اللبن، وهضيف لهم ملح وفلفل وجوز الطيب ومكعب مرق عشان يديني التست. يبقى واحدة واحدة اهو الزبدة عندي اهو بدأت تتحور، ده بتاع الصوص بتاع الصنف الثاني عشان ما تهيش معايا. الصنف الأولاني الريفيولي على النار اهو في صوص الليمون، ده الصنف الثاني صوص البشاميل، والعصاج بتاع السبانخ اللي هحشي بيه العجينة بتاعة الريفيولي اللي احنا قطعناها زي ما أنت شايفة كده قدامك اهيت، بالسمك أقل من نص سنتي، ونفس العجينة، كيلو دقيق ومعلقة ملح كبيرة، معلقتين زيت زيتون، من 9 ل 10 بيضات. النقطة المهمة فيها، الحرفنة فيها، إنك تفرديها وتطبقيها من 1 ل 8 أربع مرات عشان تعصب معاكي، وبعد كده تسليها 3 دقايق في مية سخنة بتغلي فيها ملح وزيت. خلاص كده ريفيولي جاهز عندي، هبدأ أغرفه واحدة واحدة على ما يبدأ العصاج عندي يبدأ نستوي. تعالوا مع بعض هناخد الصوص بتاعي، هبدأ أنزله الأول كده. الصوص عامل إزاي؟ تقل إزاي؟ ومعايا منديل يا محمد، واحدة واحدة أهو عشان تستمتعي بيه اهوت بالصوص بتاعنا الجميل قدامك الطبق اهو. وتعالي هنديله زهره ريحان في النص، مش اكتر من كده، على ما يبدا يعصب معايا الرو ويبدا يعصب معايا الايه؟ زهره نعناع في النص، مش اكتر من كده اهو. وشويه بقدونس عليه من فوق بالشكل ده، بسيط كده اهوت، لانه اوريدي جواه بقدونس، زهره بقدونس، وده الريفيولي بكل حركاته وتكاته. ونرجع نبص على الرو بتاعنا اللي هو 60 جرام زبده و60 جرام من الدقيق، اتحور خالص اهو. وهنا عندي العصاج بتاعي اللي هو زيت زيتون والبصل والثوم والسبانخ، اول ما يبداوا يتعصجوا مع بعض كده عندي اهو، اروح جاي ضايفه لهم ايه؟ ضايفه لهم ملح، ضايفه لهم فلفل، وعندي الكوكن كريم، ادي الكوكن كريم اهوت، وبعد كده جبنه موتزاريلا عشان الحشو جواها، جبنه موتزاريلا جواها كلها. واحدة واحدة ماشية معاكي الخطوات. تقدري تغيري الحشو ده بلحمة مفرومة، تقدري تغيريه بلحمة مفرومة، بمجموعة جبن، بمجموعة جبن،
كله يخشوا مع بعض اهوت ويتلف كله مع بعض قدامك الحشو. تعالوا هنا هعمل ايه؟ اروح جايه مقلباه كده واخداه في جنب. تعالوا هجيب هنا عندي مضرب يا محمد، اجيب هنا اللتر 200 من اللبن سخنين عندي اهوت، اللتر 200 من اللبن عشان اعمل الصوص الابيض. هبدا انزل عليه الرو كله اهو واقلبه بسرعه مع التقليب المستمر، هيبدا يربط عندي الصوص الابيض زي ما انت شايفه كده قدامك. اتبله ملح وفلفل وجوز الطيب ومكعب مرق، ادي الملح وادي الفلفل وادي جوز الطيب ومكعب مرق مش اكتر من كده، ويبقى ده يربط عندي لان اوريدي اللبن جاهز، والرو اللي هو 60 جرام دقيق و60 جرام زبده يا دوبك يبداوا يربطوا. يبقى انا عملت للريفيو ايه؟ للكالينولي ايه؟ عملت له الصوص الابيض وعملت له حشو السبانخ، وادي عندك الريفيو اللي بنقول فاصل ومحدش يروح اي محطه لان السبيشال والتخصص والحركات لهم ناسهم. انتظروني. والسبيشال كله عندنا زي ما انت شايفك يا استاذنا الجميل بيستعرض معاكي الريفيول اللي احنا عملناها بصوص الليمون. طب تعالوا بقى نعمل الكالينولي، احنا خلاص عملنا الحشو وعملنا الصوص. تعالوا اول حاجه هنحشي ازاي. زي ما انت شايفه كده قدامك هبدا المع الحروف بتاعتي بميه كده اهو، واحده واحده كده بفرشه كده بميه، وبعدين كده هجيب قطعه من صوص الابيض هبدا احطها كده اهو، صوص الابيض بنفس الطريقه كده اهوت، واسحبها بظهر المعلقه كده اهوت، اسويها بظهر المعلقه كده. وبعد كده هجيب الحشو بتاعي اللي انا عامله بالسبانخ والجبنه الموتزاريلا والكوكن كريم بالشكل ده، خلاص تمام حطيت ده. اروح جايه واخد الحشو بتاعي اهو حطه عليها من فوق كده اهوت واحده واحده، والف رول، وعندي السيرفيس اللي هقدم فيه بنفس الطريقه دي، هحط على قد، عايز ازود عايز اقلل الحشو ده بتاعي انا مش بتاع حد تاني، بحب الحشو كتير بحب الحشو قليل، ده بتاعك انت تقدري تتحكمي فيه تمام. وتعالي بقى الفها رول كده اهوت، واحنا اوريدي اروح جايه مقفلها كده اهو واخده منها الهواء كده اهو ووظبها كده بالشكل ده، واروح جايه لفها تمام. تعالي نعمل الثانيه بنفس الطريقه، اروح جايه واخدها كده اهوت واخده منها الهواء كله مطلعاه، واروح جايه لفاها ومقفلها. يا مدام انيسه سلام عليكم يا هاني. سلام عليكم يا هاني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امرك يا هاني. إيه لو سمحت انا عايز اعمل كيك. كيك ايه؟ كيك. يعني ايه كيك؟ قولي لي. ما الكيك كتير اللي انت عايزانا تحت امرك، الكيك كتير اللي انت عايزانا تحت امرك فيه. ماشي. تحت امرك يا فندم، انجلش كيك اعمله لك اللي انت عايزانا تحت امرك. تحت امرك يا فندم. تعالوا بعد كده زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. تعالوا بقى هنعمل ايه؟ عندي انا اهوت زي ما انت شايفه كده قدامك اهوت، اروح جايه الصوص الابيض، الصوص البشاميل بتاع الانسيابي اهو، اروح جايه موزعه عليه كده في كل حته. انديلي يا محمد في كل حته اهوت الصوص كده، يبقى انسيابي عليه لانه اوريدي معمول 60 جرام من الزبده و60 جرام من الدقيق ولتر و200 من اللبن، عامله انسيابي كده. وبعد كده هنحط عليه ايه؟ الجبنه موتزاريلا من فوق كده بالشكل ده، جبنه موتزاريلا من فوق. الفرن يكون شغال، الشوايه الجراتان بتاعي يكون الشوايه بتاعتي شغاله، واروح جايه مدخلاه الفرن. بس قبل ما ادخله الفرن امسح الحروف ده، لان الحروف دي لو دنتها الدنان بقى عندك اسود. عودي نفسك كده اهوت، تلاقي اي صوص او اي نقطه على السيرفيس بتاعك كده قبل ما تدخليه الفرن لازم تمسحيه خالص، عشان اي نقطه هتعمل عندك بقعه سودا. جاهز كده؟ اروح مدخلاه الفرن. وتعالوا بعد كده نعمل ايه؟ عندنا اللي تشيكن بتاعتنا الفريدو. الفريدو عباره عن ايه؟ اكتبي مقاديرك وصوريها وانا وانت هنعمل التكات والحركات. تعالوا واحده واحده كده نعمل الفريدو بقى. الاسطر بتاعتنا الالفريدو بتاعنا تشيكن الفريدو عباره عندنا نص كيلو من مكرونه الشرايط ترياتيلي شرايط مسلوقه 9 دقائق، الصوص بتاعنا 50 جرام زبده، 100 جرام بصل، 2 صدور فراخ اقطعهم جوليان او مكعبات، وملح وفلفل ومكعب ملح وفلفل، وبعد كده مكعب زبده وجبنه بارميزان ونص لتر كوكن كريم. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. اول خطوه عندي الميه سخنه بتغلي، واحده واحده عندي ميه سخنه بتغلي، احط عندي الترياتيلي شرايط الترياتيلي في ميه سخنه بتغلي لمده ايه؟ 9 دقائق. واحده واحده عندك الباستا اهو لمده 9 دقائق انزلها في ميه سخنه بتغلي تمام قدامك اهوت، وتسيبها 9 دقائق. تعالي نعمل الصوص بتاع الفريدو. تقدري تعملي الصوص بتاع الفريدو عن بمشروم او من غير مشروم، تقدري تعمليه بمشروم او من غير مشروم. زي ما انت شايفه كده احط الزبده على النار، احط الزبده عندي على النار واحده واحده ماشيه معاكي الخطوات اهي. عندي الزبده بتاعتي، وبعد كده عندي البصل وعندي الفراخ. الفريدو تقدري تعمليها بالمشروم وتقدري تعمليها من غير المشروم. اسيح عندي الزبده، احط على طول البصل. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمده؟
الله يخليك، ممدوح عسكر معاك يا بس يا حاج عسكر، ربنا يخليك لينا. الله يخليك، ربنا يخليك لنا يا حاج عسكر. بنقول تسلم الايادي، احلى جيش في بلادي. تسلم الايادي ونص. لا احلى جيش في بلادي. والحق بتاع الشباب بتاعنا وجنودنا وابطالنا وشهدائنا هيرجع، هيرجع. تشغلش نفسك يا حاج عسكر، صدقني صدقني. وهم لو ما كانوش مصدقين الموضوع، موضوع مختلف عن الملك فاروق وعن السادات وعن حسني مبارك، الموضوع مختلف لان العداوه بينهم وبين الشعب، مش بينهم وبين الانظمه، العداوه بينهم وبين الشعب، مش واخدين بالهم. يموتوا ابطالنا، احنا جاهزين نموت الافات من الشهداء عشان ناخد حقنا ونطهر البلد من كل اللي فيها من دنس. والشباب بتوع الجماعه بتوع جامعه الازهر صدقوني مش لاقيين يدفعوا الرسوم بتاع المدينه اللي بيولعوا فيها. المدينه اللي هم قاعدين فيها بياكلوا ويشربوا ويناموا، مش لاقيين يدفعوا الرسوم ويولعوا فيها في الاخر. طب دور على حد يمولك عشان تدفع الرسوم قبل ما تولع في المكان اللي بتنام فيه. تعالوا مع بعض نشوف الاخبار ايه. انا هنا عندي دبلت البصله، الفراخ بتاعتي بص عاملها ايه. انا مبصمها على الجريل الاول، بعد ما بصمتها على الجريل هبدا انزلها في البصلايه بتاعتي كده تاخد طعم البصلايه مع الزبده واحده واحده. واللي عندي البسطه 9 دقايق في ميه سخنه بتغلي فيها ايه، فيها ملح وزيت، ادبلهم مع بعض كده عشان استمتع. عايزه تضيفي مشروم، اوكي مبروك عليكي. مش عايزه تضيفي مشروم مفيش مشاكل. بعد ما دخلت في السوا الفراخ اروح منزل عليها ربع لتر كوكن كريم، كريم الطبخ، واتبلها ملح واتبلها فلفل واحده واحده معاكي اهو كل الخطوات، واسيبهم مع بعض يقصروا. هيبدا السائل عندي، السائل اللي موجود فين، السائل الموجود في الكريمه هيبدا يتبخر وهيفضل عندي الدسم بس، هيفضل عندي الدسم. كل ما يغلي هيبدا يقصر، كل ما يغلي هيبدا يقصر. نبص على الايه، على الكانولي. الاخبار ايه، زي ما انت شايفه انا حاططها زي في الفرن ومشغله الايه، اعلى حاجه عندي الشوايه زي ما انت شايفه كده قدامي كهوت. وفي نفس الوقت احنا عملنا ريفيو للطبق الاولاني، وعندك الكانولي بنفس الطريقه. الجماعه اللي بيعملوا الكانولي بالكريب اوكي طريقه مش غلط، صح، بس هي طريقه مصريه. لكن اصول الكانولي بيتعمل ايطالي، بيتعمل بالعجينه بتاعه الباستا اللي هي عباره عن كيلو دقيق، معلقه ملح كبيره، معلقتين زيت زيتون، من 9 ل 10 بيضات. لو عايزه تعمليها باللون الاخضر بتشيلي بيضه وبتحطي 50 جرام سبانخ، لو عايزه تعمليها باللون الروز بتشيلي بيضه وبتحطي 50 جرام صلصه، لو عايزه تعمليها سودا بتشيلي بيضه وبتحطي 50 جرام من الحبر بتاع الحبار، لو عايزه تعمليها بالهربس بتضيفي لها زعتر وروزماري. زي ما انت شايفه كده الفريدو خلاص جاهزه، هتقصر عندي زي ما انت شايف كده عليا. اروح جايه ضايفه شويه جبنه بارميزان عليها كده عشان تستمتعي بطعم الجبنه جواها. واول ما تقصر عندي اروح جايه الباستا جايه على طول طالعه من النار، منزلها الباستا جواها معلقتين يا محمد، منزلها الباستا جواها كده زي ما انت شايفه، واقلبها. تقعد قد ايه الباستا؟ هتقعد 3 دقايق فقط لا غير في قلب الصوص. تعالي بقى نعيش مع الفريدو. عايزه تضيفي له مشروم مبروك عليكي، لكن هي اصولها كده اهو بالتشيكن بس، واحدة واحدة. بعد كل ما دخل مع بعضه كده هو تبدأ يأثر، وعندك الفراخ في قلبها وهتقعد في الصوص 3 دقايق. أروح جاية في الآخر مديالها إيه، معلقة زبدة كده عشان تبقى إيه يا عم حسن، كريمي، زبدة وكريمة يا حسن. استمتعي بألفريدو السينية. بنقول لكل سادة مشاهدينا فاصل ومحدش يروح أي محطة، لأن الاسبيشال والتخصص والحركات والتكات لهم ناسهم. انتظروني. ديت الفريدو عاملينها بالفراخ، تقدر تضيفيها بالمشروم، وعندك طبعا الريفيولي، وعندك طبعا الكانولي طلع من الفرن خد جراتان. تعالي استمتعي بيه وشوفيه عامل ازاي، زي ما انت شايفه كده التفاصيل والحركات والتكات قدامك اهو. بص عليه الجراتان بتاعه، يا دوبك تدي له الصوص وتجيب الجبنه الموزاريلا وتدخليه جوه الفرن. طب تعالى يا عم حسن هنعمل ايه؟ هنعمل بعد كده هنعمل اللازانيا. اللازانيا سهله جدا، بس هنعمل لازانيا بحشو السي فود. تقدري تغيري الحشو، اللازانيا عايزه شرايح لازانيا، عايزه صوص بشاميل، احنا عملنا صوص البشاميل. تعالي نعمل الحشو، اكتبي مقاديرك الاول، وفي نفس الوقت هنطلع منها المكرونه جراتان اللي هي المكرونه بشاميل. عباره عن ايه الجراتان بتاع اللازانيا؟ اللازانيا هنجيب 12 شريحه او 4 شرايح زي ما انت عايزه. الحشو بتاعنا 50 مل زيت زيتون، 20 جرام ثوم، 3 ارباع كيلو فواكه البحر، 5 ملح و5 زعتر و5 روزماري. الصوص بقى اللي احنا عملناه 100 لتر و200 من اللبن سخن، وبعد كده 60 جرام زبده و60 جرام دقيق وملح وفلفل ومكعب مرق وجوز الطيب و200 جرام جبنه موتزاريلا. طب الجراتان يا عم حسن، اكتبي مقادير المكرونه جراتان. نص كيلو مكرونه قلم مسلوقه 9 دقائق في ميه سخنه بتغلي فيها ملح وزيت. الحشو بتاعنا نفس الكلام، 50 مل زيت زيتون، 20 جرام ثوم، 750 جرام فواكه بحر،
وخمسة ملح وخمسة زعتر وخمسة روزماري، والبشاميل نفس الكلام، لتر و200 من اللبن سخن، 60 جرام دقيق، 60 جرام زبدة وملح وفلفل وجوز الطيب وجبنة موتزاريلا. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. هنعمل اول حاجة ايه؟ هنعمل عندي ادي الشرايح، هعمل الصوص الاول، هعمل حشو بتاعي. ادي زيت الزيتون احطه على النار، وفي نفس الوقت انزل على طول التومة بتاعتي واحدة واحدة، احط عليها التومة على طول. اول ما يسخن عندي زيت الزيتون كده على طول احط لها التومة، وتاخد اللون الذهبي الفاتح، التومية بتاعتي تاخد اللون الذهبي الفاتح وريحتها تطلع في مناخيري على طول، اروح جاي منزلها على طول ايه فواكه البحر اهو يا اسام. خدت اللون الذهبي الفاتح وريحتها طلعت مناخيري، اروح منزل عليها مجموعه فواكه البحر يا دوبك، هتاخد 3 دقائق مش اكتر من كده. وتعالى تبلها الاول شويه ملح وشويه زعتر وشويه روزماري. والصوص الابيض احنا عملناه اللي هو لتر و200 من لبن سخن، وبعد كده عملت له ايه يا عم هاني؟ سلام عليكم يا كابتن هاني. الله يخليك. عليكم السلام يا ابو علي يا فنان. ازيك يا كابتن هاني؟ وحشنا يا كابتن هاني. الله يخليك هاني القراش بيمسك طبعا يا حبيبي، والشرقيه كلها وبالبيس كلها يا حبيب قلبي. حبيبي تحياتي يا عم هاني، وعزائي لكل اسر الشهداء ربنا يصبرهم ان شاء الله. هو رئيس الجمهوريه وزعيم الامه السيسي قال كلمتين محدش يقول بعده. طبعا محدش يقول بعده، خلاص محدش يقول بعده، الموضوع خلصان. يعملوا شويه الحركات الجيل شمال او يمين، الموضوع خلصان خلصان خلصان، وخليهم يلبسوا في الحيط. تحت امرك يا عم هاني. الله يخليك ابو علي. انا بس استاذنك، لو الواحد حب مثلا، احنا بنشوف مثلا مكونات صناعه الشوكولاته. ايوه. الشوكولاته بالجوز الهند لو حبينا نصنعها في البيت عندنا كده، انا عارف ان في المكونات الكاكاو. أيوة. وسكر وزبده طعم. وزبده، لا مش مكسبات طعم، زبده اهم حاجه في صناعه الشوكولاته، زبده الكاكاو. وزبده الكاكاو مش متوفره في مصر، ففي حاجه اسمها زبده بديل. زبده البديل متوفره في مصر مع الكاكاو مع المكونات، لكن انت عشان تخش في الصناعه بتاعتها موضوع تاني كبير قوي، عايز هيترات، درجة غليان معين، درجة تبريد معين، صب معين، عشان تبقى شايني مش عشان تبقى ايه برد. تعال هعمل لك يا عم هاني اللي انت عايزه كله يا عم هاني. تعالي واحدة واحدة، خلاص السي فود استوى عندي. عندي شرايح اللازانيا، الفورمة بتاعتي، حطيت شريحة من الايه اللازانيا تحت مستوية، ادي الصوص الأبيض بتاعي أهو زي ما أنت شايفة كده أهوت، وأبدأ أوزعه. الصوص الأبيض حطيته أهو جوه يا عم ايه أسامة، واحدة واحدة حطيت الصوص الأبيض، واحدة واحدة أهوت. وبعد كده حطينا الصوص الابيض على الشرايح، اخد لها شويه من الحشو بتاع السي فود ده، اوزعه في كل حته كده عشان تستمتعي بيها في كل حته كده الحشو بتاعك. وبعد كده اجيب الشريحه الثانيه على طول اهوت، وبعد كده اروح مدياها شويه من الصوص عشان اثبت عليها الشريحه الثانيه كده اهو. وتعالوا اما نشوف الشريحه الثانيه اهو، اروح جايه منزله الشريحه الثانيه واثبتها كده اهو، واوزعها واتاكد ان هي متلاصقه كده مع بعضها، اضغط عليها كده بكف ايدي، وهبدا اكرر العمليه لحد ما املاها. بقول لكل ساده مشاهدينا، عايز هنحط في الطبقه الثانيه اهوت الصوص، واوزعه واحط عليه جبنه موزاريلا واحط عليه الحشو، وهكرر العمليه دي لحد ما املى الفورمه بتاعتي. بقول لكل ساده مشاهدينا فاصل، ومحدش يروح اي محطه، لان السبيشال والتخصص والحركات لهم ناسهم، انتظروني. اللازانيا بعد ما عملناها طبقات، صوص بشاميل، جبنه موزاريلا، الحشو بتاع السي فود، وكملناها في الاخر خالص واديناها صوص بشاميل وجبنه موزاريلا، دخلتها الفرن تحت الشوايه. بنفس التكنيك عملت ايه؟ جبت نفس المكرونه جراتان المسلوقه، هي 9 دقائق في ميه سخنه بتغلي، اديتها بشاميل واديتها جبنه موزاريلا وقلبتها مع بعض، وبعد كده حطيتها في الفورمه، اخد شويه من الجبنه من الصوص الابيض احطه في النص بالشكل ده في النص، واوزعه عليها، وبعد كده احط الصوص الحشو بتاع. يا مدام سناء مساء الخير يا فندم. تحت امرك. كل بون يا هانم، تحت امرك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتكم جميعا طيبون يا هانم. تسلم الايادي. علينا جميعا يا فندم. بقول لك عايز اسال على جينس البيف باستري. اللي ايه يا فندم؟ البيف باستري. البيف باستري. البيف باستري هي عجينه الملفي. كنت جايباها جاهزه. أيوة. كانت حلوه قوي وعملتها لقيتها بتنفش. انا جبتها من على النت كده وجربتها مش حلوه. لا التكنيك بتاعها هقول لك عليه، وهقول لك عملته اكتر من مره. تحت امرك يا فندم. حاجه ثانيه يا هانم؟ عايزاك تقول لنا معلش دلوقتي. حاضر يا هانم، تحت امرك. ماشي، شكرا. تحت امرك. زي ما انتم شايفين كده، حطيت الاول
المكرونه انا قلبتها في شويه صوص بشاميل وشويه جبنه موتزاريلا، وحطيت صوص ابيض وحطيت جبنه موتزاريلا وحطيت الحشو نفس التكنيك، احط شويه من الصوص عليها من فوق كده على الحشو بنفس الجمال ده كده. تقدري تعمليها بكده وتقدري تعمليها شويه جبنه موتزاريلا، واحده واحده ماشيه معاكي الخطوات اهو. وبعد كده اخد تاني المكرونه اللي انا مديها جبنه موتزاريلا وصوص ابيض واضغط عليها خالص، قلب الصوص يا محمد واضغط عليها خالص عشان تتماسك مع الطبقه اللي فوق مع الطبقه اللي تحت. بتقول يا محمد ولا حاجه، واحده معلقه اضغط عليها كده عشان تثبت معايا عشان تكون متماسكه، لان انا عاملها زي ما انت شايفه على شكل كيكه على شكل تارت. تقدري تعمليها بالشكل ده وتقدميها عشان تطلع عشوائي، ويا ريت تكون المكرونه القلم ملونه عشان اما تشيل الحرف بتاعها تبقى موضوع تاني. وما تنسيش ان اللازانيا في الفرن تحت الشوايه بتاخد جراتان مش اكتر من كده. بعد ما ضفت لها المكرونه اهو، اروح جايبه الصوص الابيض والجبنه الموزاريلا، والصوص الابيض والجبنه الموزاريلا اهوت زي ما انت شايفه كده. اجيب الصوص الابيض عندي اهوت، هبدا اوزعه في كل حته عليها واحده 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 اهوت. وعندي الجبنه الموتزاريلا اغرقها جبنه موتزاريلا وصوص ابيض في كل حته اهو، ماشيه معاكي الخطوات اهو عشان يتماسك معاكي وتديكي الطعم الجميل والحركات والتكات واحده واحده اهو. وبعد كده اجيب الجبنه الموتزاريلا اغرقها جبنه موتزاريلا زي ما انت شايفه كده اهو. وما تنسيش تحطي بين الطبقه من تحت صوص ابيض وجبنه موتزاريلا والحشو، وبعدين صوص ابيض وجبنه موتزاريلا والمكرونه تضغط عليها شوايه عندك جاهزه. ما تنسيش ان المكرونه مستويه 9 دقائق في ميه سخنه بتغلي، والسي فود الحشو بتاعنا مستوي، وصوص البشاميل مستوي، يا دوبك احنا بنخليها تتماسك مع بعضها. وزي ما انت شايفه كده الحركات والتكات دي، المكرونه جه ايه فرن اللي هي الجراتان بتاعنا اللي انت بتقول عليها مكرونه بشاميل بكل تفاصيلها، بس عملناها بفكر جديد زي كده قدامك اهو. اول ما هتستوي هنشيل الفورمه دي من الجناب كده هتطلع معاكي وهتشوفيها، ندخلها الفرن وتعالوا اما نشوف اللازانيا محمد عملها اهوت. طلع عندي اهوت بنفس الموضوع، اجيب هنا المنديل بتاعي وسكينه صغيره واحده واحده، اجيب المنديل بتاعي وسكينه صغيره عشان اشيل لك اللازانيا بعد ما طلعت من الفرن. ادي اللازانيا اهي واخده جراتان، اجيب السكينه الصغيره بتاعتنا سباتيول واحده واحده. تعالوا مع بعض نشوف الاخبار ايه هنا كده اهو عشان نشوف اخبارنا. نجيبها من الجناب كده اهوت، ما تنسيش ان الطبق سخن، واحده واحده تاخد بس نفسها، واحده واحده ماشيه معاكي الخطوات. وبعد كده هنشيلها من الجناب بتاعتنا عشان تستمتعي بيها، تاخد نفسها الاول، لازم تاخد نفسها يعني ايه تتماسك مع بعض. وتعالوا كده هما نشوف الاخبار ايه يا اسامه من الجنب، تعالوا هما نشوف اخبارها كده هما من الجنب ايه. اروح جايه شايله الفورمه كده اهو واحدة 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 واحدة، بص عليها حركاتها وتكاتها عاملة اللازانيا ازاي، طبقات 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 بنفس الطريقة بنفس الطريقة. المكرونة جراتان اللي في الفرن بنفس الطريقة بنفس الطريقة قدامك اهوت، خدي بالك وتقدميها بالشكل ده. تقدري دي تعمليها اصغر من كده على قد واحد بيرسون، بنقول افكار وده تنفذي انت احسن منها. بنشكر كل ساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه. امبارح عملنا كم، خد بالك سخن، عملنا كم من الباستا، النهارده كملنا وكنا عايزين نعمل اكتر من كده الوقت. بنعتذر لساده مشاهدينا على الاسئله، بنشكر كل ساده مشاهدينا، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر الشيف محمد مارادونا على مجهوده. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم مطبخ من واحده لاثنين، ما حدش يروح اي محطه. وما تنسوش ان الموضوع خلص، وتكونوا واثقين في السيسي، تكونوا واثقين في السيسي، احنا وكلناه احنا وكلناه احنا وكلناه، نظف البلد من اي سواد فيها. انتظرونا بكره ونشوفكم على خير.